مهم جدا بقى نفكر حضراتكم بالاعمال اللي بتتم هنا استعدادا لبطوله كاس العالم لكره اليد اللي هتستضيفها مصر، والحدث الكبير اللي كلنا فخورين بيه حقيقي ومنتظرين كمان يبقى طالع منه استفاده مش بس على الصعيد الرياضي، كمان على السياحي والاقتصادي وغيره. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد هنا اعمال تطوير مجمع الصالات المغطاه بمدينه 6 اكتوبر واللي ستقام عليها بطوله هنا كاس العالم لكره اليد للرجال. هتاتي الزياره في اطار هنا الترتيبات الجاريه لتنظيم منافسات بطوله كاس العالم لكره اليد اللي بتستضيفها مصر خلال الفتره تحديدا من 13 ل 31 يناير 2021. استمع مدبولي لشرح بقى عن نسب التنفيذ في تطوير الصاله لاستضافه بطوله كاس العالم، مطالبا بانتهاء التطوير في الوقت المحدد ليه، واشاد رئيس الوزراء بمستوى كمان جوده وانجاز الاعمال المنفذه لاستعدادا لهذه البطوله الرياضيه واللي هتقام زي ما قلنا يناير المقبل. اضاف هنا رئيس مجلس الوزراء ان مصر حاليا بتعيش طفره رياضيه كبيره سواء على صعيد الانجازات والارقام والبطولات او الانشاءات الرياضيه، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القياده السياسيه في هذا الشان. كلام محترم وجميل. خلينا نقول لحضراتكم ان صاله الالعاب الرياضيه المغطاه دي هتكون او هتتسع يعني ل 4500,000 متفرج، وهتكون اضافه طبعا للبنيه التحتيه الرياضيه، وهتعتبر واحده من افضل الصالات في الشرق الاوسط اللي نشات وفقا للضوابط والمعايير اللي حددها الاتحاد الدولي للعبه، فحاجه حقيقي يعني عظيمه جميله جدا.